عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونثني عليه ثناء العابدين ونستغفره استغفار المذنبين المخطئين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وصفيه ونبيه وسيد خلقه، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه نقلة الدين، ونخص بالذكر منهم العشرة المبشرين، أبا بكر وعمر وعثمان الرضي وعلي وسعيدا وسعدا وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول المولى جل جلاله عن نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمحمد صلوات الله وسلامه عليه هو الرحمة المهداة من رب العالمين للعالمين أجمعين، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، حتى جمادهم ودوابهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين، كيف لا وقد منع الله عن خلقه العذاب الكامل أو العذاب الإجمالي من بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يهلك هذه الأمة بعذاب عام من بعد بعثة محمد بن عبد الله، فلا يهلكها كما أهلك قوم نوح ولا قوم عاد ولا قوم ثمود، بل أرسل الله محمدا فمنهم المتبع له ومنهم المخالف، فمن اتبعه فقد أصابته رحمته في الدنيا والآخرة، ومن خالفه فقد ضمن رحمة المختار في الدنيا بأن لا يأخذه الله بعذاب عام، ويوم القيامة أمره إلى الله، فإن الله قد وعدهم العذاب لمن خالف. أمة الإسلام، إننا اليوم سنخوض غماراً طيبة وبستاناً وحياضاً نشم من بعض عبق ريحها في سيرة النبي المختار الأمين العدنان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سننظر في بعض سور رحمته صلوات الله وسلامه عليه التي تعددت فنونها وتغير أصناف المرحومين فيها من مخالفيه إلى أحبابه وأصحابه إلى متبعيه الذين لم يراهم بعد، إلى الأطفال، إلى الجماد، إلى الهوام، إلى الدواب. رحم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، كيف لا وقد قال ربنا فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان إن مخالفيه قد أغدق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من رحماته حتى آمن به من آمن،
وكانوا يرونه قبل ذلك أبغض الخليقة إليهم، كما جاء في ذلك في الخبر عن ثمامة بن أثال أنه اعتقلته بعض سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيده النبي صلى الله عليه وسلم في سارية في المسجد، فخرج إليه في يومه الأول وقال: ما تقول يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إنك إن تكرم كريما، وإن تقتل ذا دم، وإن تعفو عن ذي مال، وإن شئت أعطيتك من مالي ما تريد على أن تعتقني. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عنه، ثم عاد إليه في اليوم الذي يليه فقال مقالته الأولى، فرد عليه ثمامة بنفس قوله، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يومه الثالث قال له النبي صلى الله عليه وسلم مقالته الأولى، فرد ثمامة بنفس مقالته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا وثاقه. ففكوا وثاقه، فخرج إلى بعض حيطان المدينة فاغتسل وتطيب، ثم أتى المسجد وجاء رسول الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، والله لقد كان وجهك أبغض وجه إلي، وإنه اليوم لأحب وجه إلي. صلوات الله تترى والسلام على نبينا محمد المختار. ومن صفات رحمته صلى الله عليه وسلم بأعدائه أنه لما دخل مكة، أرضه التي طرده منها قومه، هجروه وقاتلوه وحاربوه ومنعوه وشتموه، سبوه واتهموه صلوات الله وسلامه عليه، ونصبوا له راية العداء أزيد من 23 سنة أو 22 سنة. لما دخلها فنظر في وجوه أهلها، منهم من قتل عمه، ومنهم من قتل صاحبه، منهم من اعتدى عليه فشتمه، منهم من سابه، منهم من ضربه. نظر إليهم فقال: ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يغفر الله لكم. فعفى عنهم صلوات الله وسلامه عليه جميعا. ومن صور رحمته صلى الله عليه وسلم بالمخالفين أنه كان له غلام يهودي يخدمه، فمرض الغلام فعاده النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فوجده في آخر لحظاته فقال: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فوحد الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أمة الإسلام، هذه أخلاق نبيكم، أخلاق قدوتكم، أخلاق حبيبكم، أخلاق مصطفاكم صلى الله عليه وسلم. هذه هي المدرسة المحمدية التي يجب أن تتعلموا فيها، هذه هي المدرسة المحمدية التي تعلمت من كتاب رب العالمين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي للقرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ولقد رحم صلوات الله وسلامه عليه في زمانه الأطفال، فكان يغدق عليهم من الرحمات، يجلسهم في حجره تارة، يقبلهم، يسلم عليهم، يلاعبهم، يضاحكهم، يجالسهم صلوات الله وسلامه عليه. فقد جاء في حديث أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 حجج أو 9 سنين، ما قال لي لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته،
رحمة به صلى الله عليه وسلم، وأرسلت إليه زينب ابنته في ولدها الذي كان يحتضر، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبادة بن الصامت، فرفع إليه ابن ابنته ونفسه تقعقع فلما رآه ذرفت عيناه، فقال عبادة بن الصامت: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة، هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. ولقد رحم صلوات الله وسلامه عليه ولداه أو سبطاه الحسن والحسين، فكانا إذا دخلا عليه حملهما فأجلسهما على فخذه وقبلهما وعانقهما. ولقد كان في بعض أحواله جالس إليه الأقرع بن حابس، فرآه يقبل الحسن أو الحسين، فقال: أتقبل الغلمان يا رسول الله؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصنع لك إن نزع الله الرحمة من قلبك، صلوات الله وسلامه عليه. وكان رحيما بالنساء، وكان رحيما بالنساء صلوات الله وسلامه عليه. فقد أبلغ الناس في حجة الوداع التي اجتمع له فيها أزيد من 100,000 حاج، كان يوصيهم بالنساء خيرا، فيقول: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ولقد سماهن صلوات الله وسلامه عليه بالقوارير، فقال: رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، دلالة على رقتهن، دلالة على رقتهن ووجوب الرحمة بهن. وإنه صلوات الله وسلامه عليه في مرضه الذي مات فيه ما زال يوصي بالنساء، فكان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقالها صلى الله عليه وسلم جلية واضحة، قال: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فمن أراد الخيرية فليكن طيبا كريما مع أهله، فليكن طيبا كريما شريفا عزيزا مع أهله. أمة الإسلام، كان النبي المختار محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه رحيما حتى بالدواب، رحيما حتى بالدواب. فلقد جاء في حديث أنس أو أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، حائطا من حيطان الأنصار، والحائط هو البستان، دخل حائطا من حيطان الأنصار، فوجد فيه جملا، فلما رآه الجمل أقبل عليه مسرعا، حتى إذا وصل إلى النبي المختار خر الجمل، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه، فظرفت أشراف، فظرفت عينا الجمل، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال: أين رب الجمل؟ فجاء فتى من فتيان الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم العجماوات، اتقوا الله في هذه البهائم العجماوات، فإن جملك يشكو قلة الطعام وكثرة العمل، فإن جملك يشكو كثرة العمل وقلة الطعام، اركبوها طيبة وكلوها طيبة. ورأى رجلا قد وضع قدمه على عنق شاته وهو يحشد سكينة، فقال صلى الله عليه وسلم وقد نهره: ألولا لم تقتلها مرتين، لم تقتلها مرتين؟ فنهاه صلوات الله وسلامه عن هذا العمل. وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فلما كنا في الطريق بدر إليه بعض من أمره،
فخرج عنا فقمنا إلى حمرة فوجدنا فراخها في عشها فحملنا فراخها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قامت الحمرة على رأسه، والحمرة طائر صغير، قامت الحمرة على رأسه وهي تضرب بأجنحتها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من فجع هذه في صغارها؟ من فجع هذه في صغارها؟ ردوا لها صغارها. فردوهم عليها. هذه رحمته صلوات الله وسلامه عليه، هذه رحمته بأبيه وأمي. وإنا والله لو قلنا وألفنا وأطلنا وأطنبنا في ذكر أخلاقه وصفاته ورحمته ما بلغنا من ذلك إلا ما يبلغ الغائص في البحر فيخرج منه من مائه. أمة الإسلام، قال القائل يذكر النبي المختار: أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، وما أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. ذهبت أبياتنا غفر الله لها. هذا من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه ومن رحمته هذا. ونستغفر الله لي ولكم، عسى أن يغفر الله لنا، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله العزيز الكبير الجبار المتعال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي محمد بن عبد الله، قدوة الصالحين وإمام المتقين وسيد المرسلين، صلوات الله تترى والسلام على نبينا سرمدية دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، رحمته بالمؤمنين، رحمته بإخوانه، رحمته بأصحابه صلى الله عليه وسلم، له فيها صور مشرقات يشهد لها التاريخ كله. فكان رحيما بهم في العبادة، فكان يترك بعض العبادة وهو أحب ما يحب أن يفعلها خشية أن تفرض على أمته. فقد صلى بالناس التراويح 3 أيام أو 4، ثم لم يخرج إليهم. قال: قد علمت اجتماعكم بالأمس، وإني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. ومن رحمته أنه ترك هذا عنهم، وتكلم يوما في الحج فقال: عباد الله حجوا. فقام رجل يقال أنه الأقرع بن حابس فقال: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ فلم يجبه. فلما ثلث السؤال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم. وكان رحيما صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فكان يعود مريضهم ويعين فقيرهم ويسأل ذا حاجتهم ويجالس مسكينهم ويجيب دعوتهم، ولا يتركهم بل ينصحهم ويرشدهم ويدلهم ويأمرهم بمجامع الخير ومجامع الفضل. وكان رحيما بهم، يعلمهم من أمور دينهم ما ينجيهم به رب العالمين يوم القيامة. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكم، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بكم يا معشر الأمة المحمدية المتبعة، يا معشر الأمة المحمدية المتبعة، أنه صلوات الله وسلامه عليه ادخر دعوته المستجابة من أجلكم إلى قيام الساعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، وما من نبي إلا وله دعوة مستجابة قد دعا بها، إلا أنا فقد ادخرتها لأمتي يوم القيامة، فإني قد ادخرتها لأمتي يوم القيامة.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا بين أصحابه فبكى صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء يدعو الله، فأرسل الله جبريلا فسأله والله به أعلم: يا محمد ما يبكيك؟ قال: أمتي 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 أمتي، فجاءت رحمة رب العالمين على النبي الأمين وعلى أمته المتبعة. قال سبحانه وتعالى لنبيه في الحديث القدسي: يا جبريل قل لمحمد أنا سنرضيك في أمتك، أنا سنرضيك في أمتك يا محمد، أنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ومن رحمته بكم أنه أوصى بتعليمكم الخير، فقد كان يقول في حجة الوداع: فليبلغ الحاضر منكم الغائب، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. وبكى ليلة لما قرأ قول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بكى صلوات الله وسلامه عليه من هذه الآية، وهو يسأل الله أن يغفر لأمته، وهو رحيم صلى الله عليه وسلم بالأمم جميعا، فهو الشافع المشفع يوم القيامة، وهو المتكلم عن الخلائق بحضرة العزيز الجبار جل جلاله يوم القيامة، كما جاء عنه في الحديث أن الخلائق تجتمع عليه فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم أن يبدأ الله الحساب. قال: فآتي ربي فأسجد عند العرش فأحمده بمحامد يعلمنيها، ثم أقول: ربي أمتي أمتي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على النبي المختار أمة الإسلام. إن من الأمر العظيم، الأمر الجلل المحزن، الخطب الجلل الذي ابتلينا به في هذا الزمان، أن الرحمة قد نزعت من قلوب الموحدين ونزعت من قلوب المؤمنين، وأعظمها رحمة الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نرى اليوم من يعق أمه وأباه ويتجرأ على أبيه وأمه بأصناف الشتم وأصناف الضرب وأصناف الهجر والترك. أمة الإسلام، أين أنتم من رحمة النبي العدنان؟ اتقوا الله في أوليائكم، اتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم. قد يغيب الرجل عن أمه السنوات الطوال لا يسأل عنها، لا يتفقد حالها، لا يعود مرضها، لا يكرم مقامها. أين هو من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي كان رحيما بأعدائه، كان رحيما بأصحابه، كان رحيما بأبنائه، كان رحيما بأتباعه. وأمتنا اليوم الرجل فينا لا يرحم أمه وأباه، فإلى الله المشتكى والله المستعان. أمة الإسلام، أصلحوا قلوبكم واتبعوا نبيكم وسيروا على هدي حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن يحشرنا الله وإياكم في زمرته يوم الدين. اللهم رب الأرباب منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم املأ قلوبنا وقلوب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأزواجنا بحبك وحب نبيك محمد. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا على دربه سائرين ولنهجه متبعين وعلى عمله ثابتين. اللهم ربنا ومولانا وخالقنا وبارينا، اللهم أكرم نزلنا ويسر أمرنا وأصلح شأننا واغفر ذنبنا وارفع قدرنا. اللهم ربنا ومولانا، اللهم إنا نسألك مغفرة منك. اللهم أنزل علينا شآبيب رحمتك، اللهم أنزل علينا شآبيب رحمتك، اللهم أنزل علينا شآبيب رحمتك. اللهم ارحمنا واغفر لنا واهدنا وأصلحنا. اللهم ربنا ومولانا،
اجمع قلوبنا على الخير والفضل، اللهم اجمع قلوبنا على الخير والفضل، اللهم أبعد عنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بالخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وبغض المبغضين، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق والرياء وسوء الأخلاق. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في صحتنا وأبداننا، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا موقفنا بين يديك يوم الدين، اللهم أكرم موقفنا بين يديك يوم الدين، اللهم احشرنا في زمرة نبيك، اللهم احشرنا تحت رايته، واجعلنا من خاصة جيرانه وأصحابه في جنات النعيم. اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم، اللهم فأصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهتدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الشرك والطغيان يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على النبي الأمين محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.